السلام عليكم أيها الطيبون الرائعون، متنساوش ديرو جيم. بارك الله فيكم واحد واحد، مرحبا بكم في قناة أنا جيت، ولا يخطيكم مبارك الله فيكم. خمس أيام متابعي الأوفياء، باش داخلين حنا حاليا مدينة الرباط، ولاية الرباط. خمسة أيام متابعي الأوفياء، كنشكركم بزاف على الدعم، كنشكركم على جيم، وكنشكركم على البارطاج، وكنشكركم على اي حاجه كديروها معنا. تقريبا واحد اسبوع الفارط، تقريبا نهار بالضبط خميس، نهار الخميس كنت هنا، الخميس كنت متابعي الاوفياء في هذه النقطه، ومن هنا انطلقت. عمليه الحفر اللي كانت في هذه النقطه بدات من هذيك الجهه، هنايا المنطقه الصناعيه، منطقة الصناعية عين عتيق، اللي كتعتبر نقطة مهمة كيتوجب فهنا في عمليات تمارة الصخيرات. هنايا في عمليات الصخيرات تمارة الصخيرات ولاية الرباط. هنا في هذه المنطقة نايضة فيها الحراقية متابعي الأوفية، ثلاثة شركات كبار اللي داخلين، شركة الاس ان سي او، وكاين عندنا الدكولي من ليه، وكاين عندنا الاورو لوجيستيك من هنا، نشوفوهم كاملين. غنطلق رجليا باش نحاول نجمع لكم كلشي في فيديو واحد. هاد المشحومة والدة هنايا عاد تبرزتنا. هنايا الحفيرة خوتي شنو تلقاو مع ديك الحجرة، شو هادي هي أصعب حاجة، هادي هي أصعب حاجة، هي هاد الصخرة هادي، هاد الرخامة شو كديرة، هادي هي اللي كنتلقى معاها بيوي في طريق تسليت الداخلة. هنا هابطين أكثر من 400 متر، تسليت الداخلة هي اللي مخدمين معاها المين. هنا فريق الاس ان سي او غادي معاها دقة دقة. أخليك خذي التصويرة، خذي ربا محمد، صباح الخير، الله يسر أمرك، الله يسر أمرك، الله يسر أمرك، الحمد لله. هنايا غيركزوا على الشبكة الطرقية باش تكون واجدة، لأن كاين عندنا فنادق فخمة هنا لهاد الجيه، كاينة منطقة سياحية هنا الفوق، وكاين فنادق فخمة، وكاين منتجع سياحي. يصوبوا لي هذاك الفم، يصوبوا لي هذاك الفم ديالها من هذا الدخل، شايفين راهي والده ليه في ذاك القنيد ليه، عندها وليدات تما كاينه،
راه دا ليهم البيت. هاد البلاصه الا رديتو البال اخر مره كان فيها الحفير صافي هي سالات. شوف 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 خير علي. مرحبا صافي صافي. هاد الابنو كتعتبر من الالات والمعدات ديال الورشه، كتقرا في سميتو. انت فين صاحبي؟ انت بخير؟ صحه لاباس؟ انت بخير؟ الله يحفظك. ضروري 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 قول لي رد البال مع السلوكه. لا عارف. الله يحفظك ليا. بارك الله فيك. شد العبار ديالو. شرفة واش بخير؟ الله يسر امركم، الله يسر امركم، الله يسر امركم، الله يسر امركم. انت فينس؟ الار كبير هذا كلشي ديالكم. انت فين الكريسير؟ الله يحفظكم. جبتوا المازوت؟ الله يسر امركم، الله يسر امركم، الله يسر امركم. هذه راه بومبو ديال الكريس. شي كي دايره؟ هذا كيدفع دابا الماكينه الكريس. شحال من مرة كتكريسي يا محمد؟ مرات في النهار. ثلاثة؟ هادي ديال الصباح والأخرى؟ لا فيه 12 وقت ما نشف. وقت ما نشفاش. عدس. وهذا هو اللي كيعلمك ولا ولا؟ ولا هذا الشيء فيه شي تعلام؟ ما كاين الله يعطيك. كاين قاعد قول لي يلاه، كاين دور 100. الله يعطيكم الصحة. بارك الله على بدريس. زيد 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 كاين هادور مية دابا خرج هذا صافي يدخل هذا بلاصتو سير سير صافي يضرب هذا الباش ديريكت ال كدير اصاحبي كتلحو في عكراش ولا في هنا في تميرة؟ في تميرة. الله يسر امركم. كاين جوج ديال المطارح، كاين مطرح عكراش وكاين مطرح تميرة. مطرح عكراش دابا نصورو لكم، راه كنت ديجا صورتو لكم ونعاودو نصورو لكم. وكاين المطرح ديال الخدمة الخدمة ديال تميرة هو جهة القنطرة فين كاينة موجازين، فين كاينة موجازين. إذن شنو كاين عندنا هنايا في المنطقة الصناعية اللي مركزين عليها؟ أولا إعادة البنية التحتية ديالها، واحد فيها الإنارة العمومية وفيها القادوس بدلو وداروا ديال 600، حيدوا الصغير وداروا هذا ديال 600. واحد كاين طريق، كاين بلايص اللي ما وصلوش القادوس حتى هما راه تعودوا صافي، راه عندهم منين يدوز من ليه.
ما كاين باس شي باش مزيان العود الريح ماشي بحال الطوموبيل. العود الريح سهل كتدخلو بحال كوهيا ورا ديم الكلبان للدراري شي صافي. ها هو الطوموبيل صعيبه في الخدمه ديالها. اذا عندنا اعاده البنيه التحتيه، عندنا طرقات وكاين القناطر، كاين فنادق، وكاين عندنا ملاعب ديال القرب، وكاين السوق في هذه المنطقه كامله. اذا المتابعين الاوفياء نمشيو نشوفوا ليكيب ديال العراق ديال الدكالي. خليتكم على خير وما كان غير الله الوطن الملك وانا مشيت.